واحد عباري صنع تقليدي، كان عند الجمولة، كان عندنا الحميرات، الجبالة، القراب، البوردي، شيولة، هذه كانت الأرتيزانة صانع الدومة. كانت عندي شي 12 عام هيدا، جيت مع الناس، دخلت كنخدم معاهم، المدينة كانوا معروف الناس هنايا قبل، مرة كنخدم مع هذا، مرة مع هذا، مرة كبرت شوية ديك 16 عام، بديت كنعمل الشغل ديالي بيدي راسي صافي، بديت كنبيع ونشري، كنت كنبيع قبل كندور مع كنخدم وكندور مع نبيع ونشري مع البيزارات، ما كنتش كنبيع مع السياحة، وحتى عملت ديك 20 عام، بالعاد بديت كنبيع هيدا مع السياحة، بديت كنكري محالي، كنعمل فيه الشغل، كنبدا نبيع مع السياحة اللي كتب. كل مرة شني عندي جبولة، عندي جبالة، عندي الحميرات، عندي القرابة، البوردية، الفيولة، علاش زعما هادو بالضبط؟ وهما اللي عندي الصنعة اللي كنعرفها أنا، يعني ما عنديش الحرفة هذه اللي كنعرفها، وهذه اللي تعلمتها أنا، تعلمت غير الجمال، كانوا كيعدلوا قبل غير الجمولة هنايا، ماشي أنا اللي بديت كنعدل إلى المونيكا، مرة كنخربق حاجة حتى كان الفول في لا قبل كانوا الناس موجودين، حتى دابا كاين، يعني هاد الناس اللي كاين كيخدموهم الديار ديالهم وكيدوروا يبيعوهم يشريوهم مع البازار، كيمشيو يدوروا بهم يبيعوهم من جازا، ماشي انا بوحدي اللي كاين، انا في المدينه كاين بوحديتي، انا اللي عندي الحانوت وكان، اما كاين الناس كيبيعوا كيخدموا في الديار ديالهم وكيبيعوهم هنايا في البازار في المدينه في اي بلاصه. كبديت انا في عام 70 71 هذاك الجود. شنو كيفاش كانت البيع والشراء ديك الساعه؟ وكان بزاف ما تقدركش تخدم. قبل كنا كنخدروا 75 وما كندركوش. ماشي بحال اليوم دابا بوحديتي انا كنخدم، مرة تبيع ثلاثة بياسات، مرة تبيع خمسة، مرة تبيع ما تبيع والو، مرة تبيع بياسة وحدة، مرة 10، مرة تلاتة أربعة. هادشي قبل كورونا. قبل كورونا، أما كورونا ما كاين والو، كورونا شادينا في مارس. أتينا كنتو الحمد لله شدود، ما من غتبيع دابا. نحن مع السياحة، ما كانت السياحة ما عندنا حتى شي حاجة، ما نبيعو حتى مع شي واحد. الناس اللي كيشريو كيعجبهم هادشي، شنو كيقولوا مثلا الناس اللي كيشريو؟ كتعجبهم الحاجة الصناعة التقليدية كيعجبهم، أتينا كتشوف البياسات، أتينا كتشوف اللي كتعجبو الحاجة وملي كيشوف كتعدلها بيدك كيتسقط عليها. واش بصح واحد الساعة غيجي وغينقرض هادشي مغيبقاش؟ إيوا غينقرض ضروري، دابا أنا كنعدل هادشي هذا شكون مثلا معايا حتى واحد اللي كيخدم معايا. كي معايا غادي كنخدم غير بوحديتي أنا إلا مشيت هادي ما كاينش اللي ماشي يخدمها، ما وغتخدم شي واحد باش خصك باش غتخلص. اليوم الوقت ماشي هو الوقت قبل، واش قبل كتبقى قايل له خدامين
كيعطيك 15 درهم في الشهر في السبعينات، 15 درهم في الشهر 50 درهم في النهار. واليوم يخدم لك اخر ما تاخر 50 درهم ما يخدمش معاك، 50 درهم تقول له والله نخدم معاك. الشباب اليوم عندهم وما يخدم لا والو، يزول لك تعدل الحاجه، رشم في الصالها، خيطها، عمرها، شكشف عليها ونزلها قدام، ما يقدرش. واش نقول لك انا كنقدر نحدد لك ثلاثه بياسات في النهار الا خدمت هذاك تشوف لا تخدم بالتالية مرة جوج بياسات مرة ثلاثة بحال دابا هاد الكبار نقدر نعدل ثلاثة منهم الصغار يقدر عندنا حتى خمسة هاد ستيت ولي سيديهم ما نعدل لك خمسة شنو كتستعمل فيهم؟ كنستعمل فيهم كنخيط الجلد هو الأولاني خيط الإبرة كنخيط كنفصلهم ملي كنفصلهم الخيط الإبرة الخيط ملي كنخيطهم كنعمرهم بالتبن كنعمرهم بالتبن كنعمل لهم الرجيلات ديالهم الشنطة ديالهم والدنيا كادا تزميل أو لا ملك ساعة كنخيطو ساعة كنعمل له السرج ديالو عند الخوية السنيطة عند الأمور ديالو اللي كان بس كي حتى كتوجدو الأمور ديالو معاهم ما كنرسم شي بزاف أنا بوحديتي بوحدي كتقول شنو كيقولوا لهاد المهنة هادي شنو كيعيطوا لك الناس؟ هادي كيعيطوا لها أرتيزانة صانع الدومة إنسان مع الشغل ديالك دخلتي لهاد الحنطة هادي ما دخلتيش شي حنطة من غيرها دخلتي بقيتي فيها كتشوف راسك ما عندك شي ما غتخدم شي حاجة ما غاتجيكش وغاتخدم مع بنادم ماشي بحال الحرية مسانس الحرية ديالك جيتي خدمتي هو هذاك ما خدمتيش هو هذاك دبرتي هو هذاك ما دبرتيش على حسب الحرية ديالي علاش عشت هيداك حياتي هيداك وبقيتي لا يومين ولكن فيها شوية الإنسان كيكون فنان عاود ثاني وضروري دابا أنا عاود الفن ديالي هيدا كنجبر الراحة ديالي الخدمة ديالي وأنا كنقول لك الحرية ديالي فيها شحال مثلا دابا اللباس ديالك هانت الألوان يعني الألوان ديالي هي الفن ديالي هيدا يعني وأنا كنجبر الحرية ديالي فهم الحاجة نفسرها بالله بالله يعني كان بجد واحد ملي كان بجدة وكان بجدة كان فرح بها خاصة هو أسبيعته ولا ما المهم كان نزل قدامي كنكون فرحان ديك حاجة بجد ساعات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.